أنا آسف طبعا يا ملك لو كنت عطلتك عن حاجة مهمة. لا ولا عطلة ولا أي حاجة، بس بصراحة استغربت مكالمتك إنك عايز تقابلني بالليل في المكتب. لأن يعني الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع يخصك لوحدك، وجايز ما تحبيش حد يعرف عنه حاجة. حد زي مين؟ زي عبد المجيد بيه مثلا. يبقى موضوعين مش هنخرج عنهم، موضوع شغل أو ارتباطي بحسام. وأنا مش شايف فرق ما بينهم. الموضوعين عاديين جدا وممكن أي حد يعرفه. يا ملك أنا الوحيد اللي عارف كويس قوي إيه اللي بيحصل، وبتهيألي يعني إن أنا الوحيد اللي ممكن يعني يواجهك بالحقيقة من غير ما تزعلي. لا واجهني أنا سامعاك. أنت عارفة كويس قوي هتكلم في إيه. وما دام عارفة ما كانش في داعي إن إحنا نيجي النهاردة. يعني يا ملك هتتجوزي؟ ليه لا؟ ليه لا؟ إزاي؟ حسام غازي ده زيه بالظبط زي سعيد الشاطر، الفرق الوحيد اللي ما بينهم إن ده متعلم ومثقف، يعني أخطر أنواع المجرمين. أنت ليه ناسي إن هو اللي أنقذني من حبل المشنقة؟ أنا مش قادرة أنسى. أنا ما بنكرش يا ملك، بس أوعي تفتكري يعني إنه بيحارب الفساد زي ما بيدعي. ملك أوعي تفتكري كمان إنه هيرجع لك ولادك ببلاش، هتدفعي الثمن. أنا عارفة مصلحتي كويس ومصلحة ولادي. بنفس معنى الكلام اللي قلتهولي في الاجتماع لما اعترضت على أفكار رامز. ليه يا ملك؟ مع إنك زمان كنت بتسمحي لي يعني أتدخل في كل حاجة. كل وقت ليه ظروفه يا أحمد. يا ملك أنت اتغيرتي أوي. أي حد مطرحي كان لازم يتغير من زمان. العمر بيجري يا أحمد، وأنا تعبت. تعبت من التجارب والانتظار والجري. عايز أعيش مع أولادي، عايز أحس بطعم السعادة اللي راح مني أنا وحبيبي محمود. بس التمن هيبقى غالي أوي يا ملك. لو عمري كله راح مش كتير على أولادي. أرجوك يا متر سيب أي حاجة في إيدك دلوقتي وسافر لهم فورا. لا ما ينفعش، لازم أنت اللي تسافر لهم بنفسك. طب مش هوصيك الله يخليك يا متر. مع ألف سلامة. مع السلامة. إيه يا أولاد؟ مالكم؟ ملومين كده؟ في إيه اللي حصل؟ البضاعة بتاعتنا اتمسكت في الجمرك والطقم بتاعها اتقبض عليه. المهم جوازنا يا حاج. بص بقى يا حاج، مش المهم لا البضاعة ولا الرجالة اللي اتمسكت، المهم رجالتنا يرجعوا لنا. هيرجعوا لكم يا أختي. بلالينا مالكم ال 40 كيلو ايه؟ يا سلام خليكم مستريحين منهم شويه، قال يعني رجاله عدله قوي. الله اللي لقيناهم يابا. الله يابا احنا مش مخلفين منهم عيال. ما احنا كلمنا المحامي اهو، العربيه بتجهز عشان اسافر لهم. لا انت لا يا فتحي، انت وضعك حساس مش لازم تظهر دلوقتي. يا سلام خايف عليه ومش خايف على رجالتنا؟ هنسيبهم كده ولا نسافر احنا الستات لوحدينا؟ وانتوا ستات بطلوا غباوة منك ليها، خلاص اخرسوا، أنا هسافر لهم بنفسي. مبسوطة؟ بس المهم النتيجة. والله يا حسام كان حقك بلغت الضرايب بالمرة، ما أنت قلت لي إنك عارف مكان الدفاتر الأصلية فيه. واحدة واحدة يا رامز، مش المفروض إن إحنا نرمي ورقنا كله على الترابيزة، لازم نسيب كارت نهدده بيه. أنا نفسي أروح أقول له أنا اللي بعمل فيك كده زي ما عملت فيا. هموت. كلها أسبوع. اضرب الضربة التانية وبعد كده يا ست روحي اعملي كل اللي نفسك فيه. بقول لكم ايه؟ احنا مش عايزين بقى ننسى شغلنا الاصلي في وسط الهيصة اللي حصلة دي. لا ننسى ليه؟ انا مش فاكرة ان في اي حاجة متأخرة علينا. ازاي بقى يا ملك؟ مصنع الحديد والصلب. لا بس احنا مش جاهزين له. لا اذا كنت حاملة هام التمويل مفيش مشكلة. طيب استأذن انا واسيبكم تتكلموا. لا لا انت مش هتقوم، انت تقعد معانا، احنا بنقول كل حاجة قدامك. ايوه بس ده موضوع افضل ان انتوا تتكلموا فيه لوحدكم، وبعدين انا بصراحه يعني عندي مشوار مهم. عند اذنكم. مع السلامه.